أنابيب تصريف حرارة من النحاس بدل المراوح، وتركيب المخدمات يدوياً. هامبورغ حيث مقر شركة بروتونيت المبتدئة. حتى خلال استراحة القهوة يتحدثون عن منتجهم الذي يزعمون أنه أبسط مخدم في العالم، بروتونيت. الفكرة هي استخدام ما يسمى بالحوسبة السحابية بدلاً من ذاكرة التخزين في المراكز الحاسوبية الضخمة. الكثيرون يريدون حماية أنفسهم من هجمات القرصنة، وهذا ما خبره علي جيليف كزبون. يحدث أن أتلقى بريداً إلكترونياً مثلاً بأن شيئاً ما تعرض للقرصنة، وأول ما أشعر به هو الخوف. فماذا يحصل؟ وكم عدد كلمات السر التي يجب أن أغيرها؟ وكم عدد المداخل التي يجب أن أغلقها إلى آخره؟ أشعر لحظتها وكأنني فقدت محفظة وقودي. الشركة وموظفوها 30 يريدون استغلال خوف المستخدمين، والمخدمات الصغيرة ستجعل للإنترنت لا مركزية أكثر. نعتقد أن لا مركزية الإنترنت تحل كثيراً من مشاكلنا الحالية فيما يتعلق بالأمن وهجمات القرصنة أو فضائح التنصت الكبيرة. لو كنا في عالم لا مركزي فإنه من المستحيل قرصنة 100 مليون حساب. ولكن تجهيز المخدم يقتصر حتى الآن على خبراء المعلوماتية. يعرض علي كيف أن جهازه سيغير هذا الواقع. هذا الصندوق اسمه IMS. عندما أذهب إلى موقع IMS الذي يوجد عنوانه على بطاقة التغليف المرفقة، فسأجد هذه الصفحة القادمة من هذا الصندوق مباشرة. هذا يتيح مثلا إجراء اتصال فيديو بعيد عن المزودين الكبار أمثال سكايبي. هذه البساطة جلبت له الانتقاد أيضا. هناك مزج دائما بين البساطة والأمن، فمن يريد أمنا كاملا فهذا يتطلب أنظمة شديدة التعقيد والعمل عليها صعب للغاية. مجمع المعلوماتية في الشركة يقع بالقرب من جامعة هامبورغ. كلاوس برونشتاين يعتبر رائدا في مجال أمن البيانات في ألمانيا، فهو يراقب تطور الإنترنت منذ عقود ويرى أن الإنترنت اللامركزي له فوائد عديدة. الهجمات التلقائية الحالية من الشبكات الكبيرة ستكون أسهل بالطبع عندما يكون هناك عنوان محدد يمكنني الحصول منه على أكبر قدر من المعلومات، وهنا سيكون التوزيع على أجهزة صغيرة لامركزية أمرا مفيدا، وسيتوجب على المهاجمين عندئذ بذل مجهود أكبر. رجل الأعمال الشاب علي جيلفي يريد مخاطبة مكاتب المحاماة ووكالات الدعاية ومكاتب الهندسة كزبائن، والمدهش أنه يتمنى ظهور عدد كبير من المنافسين الذين يقلدون أفكاره. نحن واثقون من أن هذا العالم المجزأ يتشكل شيئا فشيئا ويتحد، لكن إذا تحول إلى عالم أحادي الثقافة فسنجد أننا نعود إلى العالم المحاصر ذاته. هذا يعني أن هناك نوعا من الهجمات أيضا، فجأة يمكن للمرء مهاجمة كل شيء من جديد. علينا أن نتصدى لذلك. فضيحة التنصت والنقاش حول أمن المعلومات أديا إلى زيادة كبيرة في المبيعات هنا، وبدلا من مخدمين اثنين صاروا يبيعون الآن 40 منها في الشهر الواحد.